ولكن احنا بصفة أبناء المطر وعيانه وعندنا تاريخ فيه، هذا الشيء ما لنا قابلين، ولأن قابلين الداخل ثلاث تعود تحت يد حد يردوا البال مع الداخل وبارك لك يردوا البال راهي الداخل وقفت عليهم راهي واقف عليهم في كل شيء. طيب سي محمد أبو بكر، أنت واحد من أعيان مدينة الداخلة وفي نفس الوقت مستشار جهوي بجهة الداخلة والذهب، وأنتم صف المعارضة الآن. نحن في منتصف الولاية ديال الجهة، كيف ممكن تعطينا واحد التقييم للأداء ديال الأغلبية وأيضا دوركم كمعارضة؟ مرحبا سي منير، جريدة أنفاس بريس، على الفرصة وعلى اللقاء. أولا سي منير، بالنسبة لي أنا كعضو مجلس جهة الداخلة تقييم هذه نصف الولاية، الحقيقة بالنسبة لي النتيجة كانت ضعيفة، ما تغيرش من بعد انتخاب المكتب، لأن في الولاية الماضية كانت نفس المكتب نفس الرئاسة عند الرئيس، وكان بدأ برنامج تنموي واللي كانت في ذاك الوقت ندار فيه مشروع تنموي اللي فيه 100 مشروع، واللي تخطات الولاية ما تحقق شيء ذيك المشاريع. بعض المشاريع اللي دارت فيه لمسات بداو فيهم ولكن ما تكمل ذيك الولاية، من إيجاد الولاية مهم ذوك المشاريع اللي دخلت عليهم الولاية الجديدة لحد الساعة ما فاتوا كلهم. المثال موجود، أولا كاين السكن اللي بدأ في الولاية الفايتة واللي كانت الرئيس والمكتب داروا عليه برنامج وتكلموا عليه ودخلوا في حملتهم الأخيرة، عملوا مشروع فيه 500 دار، عملوا تستفاد من الساكنة وليتنحل مشاكل السكن بصفة عامة. لحد الساعة هذا المشروع ما فاتش، وجدتها 500 دار هي اللي فات وجدت من 2016 إلى اليوم، فيها 400 سكن في الداخلة وفيها 90 سكن في المهريز و50 في رزارة. هذه المساكن لحد الساعة مازالوا مقفولين، ولا فاتوا قسموا ولا فات استفاد منهم حد ولا حلوا مشكل السكن، وصرفت فيه إمكانيات كبيرة. وحنا كنشوفوا عن هذا العمل وهذا البرنامج اللي كانت تطمح له الساكنة وتطمح له الجهة، وحنا كأعضاء وخا في المعارضة منين يكمل ذا المشروع ولو كان كمل نأيدو نقولو عنه المجلس الجهوي قدم شيء للساكنة، ولكن هذا المشروع مفهوم. ثانيا كاين هذه الكلينيك اللي حتى هي اندارت في بداية الولاية الأولى واللي لحد الساعة مازالت واقفة، كل مرة يمرق علينا الرئيس ويقول لنا الكلينيك رانا نعدلو اللي نديرو راهي وجدت راهي كذا، ولحد الساعة مازالوا لي كروزوفر ما فاتو كلهم. بعض المشاريع الثانية شنو؟ الجهة استثمرت إمكانيات كبيرة من الولاية الماضية لهذه الولاية اللي تقدر بالملايير، واللي الرئيس بعض الدورات اعترف عن المجلس في الماضي سير 463 مليار. هذا رقم ماشي سهل. ماشي سهل هذا 460 مليار من المال العام اللي كانت الدولة وجهته الجهة والساكنة باش يحل مشاكلهم. منين تلقاو نخلصوا نتيجته ما جبرناها. هذا مشى في إطار اتفاقيات وركز على أغلبية البرامج كانت تدار برا، الجماعات اللي ما ساكنهم حد اللي ما فيهم حد، وأغلبية الطرق وبعض المشاريع. يعني كتقصد الطرق اللي ماشي رئيسية؟ ماشي رئيسية، الطرق ماشي رئيسية، حتى الطريق الرئيسية اللي تربط من الوطنية، الطريق الوطنية تزني في الداخلة المجلس شارك فيها، هي الوحيدة شارك فيها المجلس بإمكانيه. ولكن الطريق مثلا من الداخلة إلى الحدود باقى لحد الساعة، ها دايرين برنامج وضعية بدل من يعود يوجهوا المشاريع الإمكانيات لهذيك الطريق اللي هي الشرايين ديال المنطقة وهي الطريق اللي تربطنا مع أفريقيا واللي هي يلا تتعدل ويلا تنخسر فيها الإمكانيات،
في العام يبرمجوا لها 40 كيلومتر بين الجهه ووزاره التجهيز. انت اللي تكمل هي فيها 380 كيلومتر، واللي دريك بدا واحد مقطع منها 20 كيلومتر من عند الرومبا ديال رومبا كارانت الى رومبا تاوسرد، وله تبدا 20 كيلومتر ثانيه يتوصلها العربود في هذا العام اللي تخاف. هذه البرمجه الجايه يعني الوتيره ثقيله. الوتيره ثقيله فعلا. علاش تعود الوتيره ثقيله؟ قلت هذا من قلت اهتمام المجلس بالمشاريع الحساسه، بالمشاريع اللي تقدر تطور الجهه. احنا المفروض كان امام واحد رئيس لهذه الولايه الثانيه اللي كترأس فيها الجهه، المفروض انه ربما الولايه الاولى ما كانش عارف، ولكن هذه الولايه الثانيه عنده تجربه، عنده عارف الاحتياجات ديال المواطنين على صعيد الجهه، ورغم ذلك كاين هذا المشكل. الولايه الاولى نقدو نعذروه كيف ما قلت، لان رئيس في النوجه رغم ان معها ناس كانت عندهم تجارب، معها نخبه سياسيه كانت عندها تجارب، والبعض منها كان سيء رغم عن الامكانيات اللي كانت في ذاك الوقت الزمن الماضي. ما هي الامكانيات مثلا رغم عن الاختصاصات اللي موجوده عند الجهه المهيئه كانت في الماضي، وكانت عنده معارضه كتكلم كتدافع كتقوت في الدورات كتصادق، ولكن منين وفات الولايه هذيك المعارضه اللي كانت البارحه كتحاسب الرئيس وتنتقدوا على المشاريع وعلى قله الاداء اللي عدل، هي اللي مساند تبريك وهي اللي متكون منها المكتب وهي اللي صامت تبريك وساكت. وعلاش ذيك المعارضه اللي كانت في ذاك الوقت تتكلم واليوم اللي هي ساكته مساند الرئيس؟ لان السؤال انا نشوف عنه سؤال واقع، لان المعارضه كانت مبنيه على مصالح، ما عدلت معايا مصالح نعارضها. دريك منين عدت معاك ودخلت معاك في مكتبك ودخلت معاك في اغلبيتك راني سكت لك، لان ذاك اللي كنت ندافع عنه في الماضي بالنسبه لي ما تلخم. وهذه هي الاشكاليه عند الداخل، لان النخبه السياسيه منين تنتخب منين تمشي في توجه فئه ضد فئه تبقى بينها صراعات. علاش؟ شكون اللي يسير؟ شكون اللي يقبض؟ شكون اللي يدير؟ ولكن مين تمشي وتجبر هي وفاق بيناتها كيف اللي وقع في الولايه الفايته، راه الناس كانت بتاخذ وسكت. بقيت انا خارج وحدي انا والمعارض، رغم اني انا كان عارض ونطرح النقاط، ولا انا جبرت تجاوب مع من الرئيس ونهاجم مباشره ونهاجم بطرق اخرى، وانا كان نلعب دوري السياسي ونلعب دوري المسؤوليه العليه. والحقيقة بالنسبة للجهة الداخلة نتيجتها تقييمها ضعيف. ما ننساش بأنك كنت أحد المرشح للرئاسة. فعلا أنا كنت مرشح للرئاسة وتوافقت معايا أغلبية، وعقب ذيك الأغلبية خرجت منها البعض ومشي يفضل مصالح ونسف ذاك الاتفاق ونسف ذاك المخطط اللي كنا بدينا عليه، ولكن الحمد لله النتيجة هي ما تقال له تبدل صاحبك ولا خير منه. هذا هو لك النتيجه الان. الزائر لمدينه الداخل سيد محمد المكر هو انه يتاسف لهذه الوضعيه. هذه مدينه تقع في اقصى الجنوب المغربي، هي جوهره الاطلس المتوسط. المغرب يراهن عليها استراتيجيا في كونها انها تكون هي البوابه ديال افريقيا، عندها الميناء الاطلسي، عندها عدد ديال المقومين الاستراتيجيه، ولكن على صعيد البنيه التحتيه للمدينه شيء مؤسف جدا انه لقوا مدينه فيها بنيه تحتيه ضعيفه، فيها فضاءات خضراء ما كاينش، فضاءات الترفيه ما كاينش، كانها مدينه يعني ما عرفتش الوصف ديالها، ممكن نقول بان مدينه منكوبه بهذه العباره بين قوسين. فعلا الا شفتها من هذا الجانب فعلا منكوبه رغم الامكانيات اللي دارت، ولكن هذا يرجع لك لانه على نقول على ذلك نقول النخبه بلديه ما هي راضيه بالجهه، والجهه ما هي راضيه بالبلديه، والمجلس الاقليمي عنده سياسته، وبدات الجهه الجهه ومدينه الداخله ضائعه امام المجالس اللي منتخبه. البلديه تقول عنها ما عندها امكانيات، نعم، اللي باغي تعطي اختصاصها للجهه، والجهه قالت عنها ما هي مموله المشاريع اللي ما هي تسير، لانها ما عندها ماني انا اللي هنا اعطي فلوسي لواحد المجلس باش يضربني الصبح في الانتخابات. وهذا كامل مشكلته هو تلواد للمصلحه الخاصه، لانك انت منين تطلع من السوق تتحمل مسؤوليه امام الساكنه اللي دارت فيك الثقه،
وامام الله وامام جلاله الملك. هذيك الفتره الانتدابيه خاصك تشتغل فيها، وهذاك العمل اللي يتعدل اذا كان عمل منصف لا ينصفك. اذا كنت قدمتي للساكنه ما يرضيها لهي تنصفك الساكنه مثلا، ولكن التمنيت عد تطلع من نهار بدايه تكوين مكتبك تخرص اش له ست عمال كيفاش تحافظ على مكانتك وتعود تتعامل بامكانيات العامه وبامكانيات الجهه مع الموالات ومع المقربين واللي ما هم عيان قصير واللي ما هم زر ما نديرلو ونبدا ندير شي اتفاقيات اغلبيه تمشي في طال الجمعيات اللي ملي تتخرص من الجمعيات اغلبيتها مكاتبها كاع ما هي قانونيه. تجبر من جمعيه مكونه من اسره، تجبر جمعيه مكونه من افراد وعندهم ولاءات وعندهم انتماءات وكتستثمر فيهم الامكانيات وتعطاهم الامكانيات كبيره، وهذا هو اللي خلى الداخل تضيع، وتضيع في الوقت اللي ما حصل تضيع. تضيع امام برنامج تنموي، تضيع امام طموح جلاله الملك لذيك الجهه والتوجيهات اللي اعطى فيها والنظره اللي ينظرها والاتفاقيات اللي جايب لها والمشاريع اللي دار اللي كلبت ملكي ما قلت ميناء الأطلسي اللي ميناء الحمد لله الميناء اللي يربط افريقيا بالمغرب وهو البوابه وهو اللي له يعود عنده طابع كبير، ولكن متى نخرصوا منها ونخرصوا البنية التحتية نجبروا تصادم كبير. سي بوبكر حنا كنتكلموا على جهه اللي تهز ديال المدن تحتها جوج ديال الاقاليم، كاين الداخلة وكاين الاوسط، بغض النظر مثلا على جهه ديال العيون والجنم اللي فيها عدد ديال الاقاليم، فرض ان جهه فيها جوج ديال الاقاليم وخصوصا فيها غير الداخلة، فرض انها ترقى بمقارنه مع المداخل اللي معطيها. فعلا جهه الداخلة تمثل 25% من التراب المملوك، الامكانيات اللي عندها ما هي عند العيون، عندها البحر وعندها الماء الفرشة المائية وعندها الأراضي الفلاحية وعندها الطاقة الريحية وعندها الطاقة الشمسية، جميع المؤهلات اللي باش الداخلة تعود ما هي مستوى أي جهة من الجهات هذا متوفر، ولكن اللي يجعل هذا كامل ما يجبر. ثانيا البرنامج ديال الدولة لا يستهان به اللي دارت انطلاقا من 2015 واللي كان جلالة الملك جلالة الداخلة وأعطى انطلاقته في 2016 واللي اختصت له امكانيات كبيره، واللي البرامج اللي دارت الدوله كيف الطريق اللي شفت عليها الدوله وكيف الضوء اللي وصل الداخل وكيف الميناء الاطلسي وكيف هذه 5000 هكتار اللي نعطاه لبناء المنطقه، هذو مشاريع اللي منهم كمل لاكو وظهر واللي منهم في طور الانجاز. الامكانيات اللي كتنعطى للجهه كتصرف فيها هي اللي تصرف فيها واللي تمثل اللي تقدر ب 56 مليار للعام بعض الاحيان، واللي السيد الرئيس اشهد على نفسه امام الناس عن 460 مليار في ذاك الوقت اللي قالها فيه عن لا توصل، رغم انها هي اكثر لو نحسبوا من 2015 الى اليوم ونديروا غير 45 مليار كاع ما نوصلوا نديروا لا 5 نقلعوا كاع 6 ونص هنا جبروا وصلنا 600 مليار اصلا. حيت مبالغ كثيره. ثانيا القروض حاجة. القروض اللي قبضت الجهه اللي صبحت مرهونه امام القروض فين مشاتش؟ السؤال اللي من ينطرح للمعارضه، السؤال ينطرح للمسؤولين، ينطرح للدوله، علاش تسكت عليهم؟ واخا علاش تسكت اسمح لي، كاين تقارير ديال مجلس الحسابات وكاين اللي جان كدور، هل التقرير ديالها فين كتمشي؟ واش الداخلة كتشكل استثناء المحاسبة؟ ظهرت لأن ملي تلاقوا نخرصوا اليوم الدور اللي يلعب المجلس الأعلى للحسابات والأدوار اللي تلعب المفتشية العامة ديال وزارة المالية ووزارة الداخلية في الجهات كاملة، تشوف الناس تحاسب، تشوف الناس اللي دارش مسائل غير قانونية وحاسب ومشي له اللجان، الداخلة جاوها لجان التفتيش، كاينين تقارير، نقول لك أنا عن تقارير ما بغى الرئيس يعطيهم. الوقت اللي حنا طلبناه منه في الجهه في الدوره امام السلطه، وخالق بعض الدورات اللي الوالي السابق نبهوا قال له راه ما معقول علي تم وجود تقارير وينقفلوا عليهم لرموره خاصك تقدم شرح، واحنا كمجلس عندنا الحق نطالع عليه ومن حقنا الرئيس يعطينا نسخ من ذوك التقارير، احنا قاعد طالبناه بنسخ، طالبناه غير يشرح لنا الوضع
شنو هو الوضع ديال شنو هي الوضعيه الجهه، واش سليمه ولا ماهيش سليمه. ولكن الرئيس تعنت وسكت وما بقى وما كاين اللي قلت شي، مع اغلبيه مطلقه 90% ولا اكثر، تصوت له بالاجماع، وراه ماشي في ذا الشيء. كل دوره يجيبوا فيها برنامج نفس البرنامج، الاتفاقيات هاي الفلان، هاي الاتفاقيه الفلانيه، هاي الاتفاقيه الفلانيه، ولكن ما كاينش شي حاجه. ثانيا سيدي، ثانيا قلت لي الجهه ديال العيون والداخله، فعلا الداخله فيها اقليمي، ولكن اقليمي وسرد الساكن وكاع. في الوقت اللي يلاه كان قبيل ذاك المركز ديال بيركندوز اللي تابعه له الحدود واللي تابعه له البركادات واللي فيه شرايين ساكنه، في ساكنه بريكتو ناس تقريبا شي 1500 فرد، وفي تقريبا ما يقل 400 عائله ولا 500، واللي اليوم ذا تحتاج للسكن وتحتاج للصحه وتحتاج للماء وتحتاج للكهرباء، وها هما المساكن مقفولين ومسدودين، والجهه عاد كاري عليهم دايره لهم شركه ديال كارديناج لعليه تجمع لهم حق. علاش هاي المشاريع سكت عليها؟ وفين هي المسؤولية؟ ربط المسؤولية بالمحاسبة فين؟ واش حنا اللي نتمو دائما ساكتين؟ وهذا الشيء لا يعقل. ولكن هون حتى انا نلاحظ عند الشيء مقبول. ثانيا اللي تنفرشوا المجلس يدير اللي بغى، ما كاين لا حاسيب لا قلقل. ايوا علاش؟ هذا السؤال علاش؟ علاش يوقع؟ علاش ما تحاسب الناس؟ علاش ما ينفتحوا الملفات؟ علاش ما يفعلوا تقارير المجالس؟ والا يعود هذه المجالس اللي يديروا ما يقبض بعين الاعتبار. وهذه مؤسسات الدوله ومؤسسات قضائيه ومؤسسات ماليه اللي يتابعوا المال العام واللي يشرفوا عليه. ولكن علاش نسكتوا حنا؟ شنو هو ان هذا هي السؤال المطروح، علاش السكات؟ انا ما فهمت على السكات. لان الخروقات عارفه كل حاجه، لان المسؤولين الكبار من وزاره الداخليه جاي عارفين كل شيء، لان وزاره الماليه عارف اش كاين، مجلس الاعلى للحسابات عارف اش كاين وعنده التقارير. اي ولكن حنا السكات هو اللي خلانا دائما حيره، ما عرفنا علاش. العيون كجهه درت بها مثال، العيون فيها خمسه قالب وامكانياتها هي الداخل متقدم، سايطتها عنها في اطار الميزانيه اللي عطات لها، سايطتها مليار. منين خرصوا البنيه التحتيه ديال العيون بجميع اقاليمها، ونخرصوا المشاريع اللي نعطوا عدل، ونخرصوا المشاريع الرياضيه، الملاعب الرياضيه والساحات والمسابح والاناره والتشجير والتبليغ، نجبروا العيون شاهد العين. ولكن اش خلى ذاك الشيء؟ لان العيون تسير من الناس عندهم قيرة على جهتهم وعندهم قيرة على مدينتهم ومتعاونين. المجلس البلدي، المجلس البلدي، المجلس البلدي والمجلس الجهوي والمجلس الاقليمي كيتوجه كيمشوا في اتجاه واحد، واللي منهم دار عمل راهو دايروا الثاني، واللي منهم دار شي تكميل للثاني. احنا لا، احنا التنافس. انا ما خلي نسد عليك انت الطريق وانت تسد عليا الطريق، هو في الاخير واش هاد الداخل الداخل ضاع عنده الكبده عليها؟ لا، من النخبه السياسيه ما كاين. انا نقول لانها لو كانت عنده عليها لحبيت الكبده تظهر. هاي الكبده من هي؟ من هي الكبده؟ داخل اليوم مضحك هو السيد الوالي الله يجازيه بخير، بدا هو اللي مباشر كل شيء. ولكن انا شفت الدوله مؤخرا ونحيي هذا الشيء، دارت دوك الشرايط المحليه اللي يعودوا هما اللي يشرفوا على المشاكل. هذوك قطعان الشرايط منين يعودوا تحت اشراف السيد الوالي، رغم عن عليها مدير، منين يعودوا تحت اشراف السيد الوالي وتعود الامكانيات تتوجه لهم يدوروا المشاريع اللي لها عهدهم ذا العهد، يدوروا يظهروا ودوروا يغيروا وجه المدينه. والداخله ما يزايد حد عليه، ما يلت حد يزايد عليه. هي مدينه واحده في جهه مجاهده تدافع عن مغربية الصحراء، تدافع عن الوطنيه، وما عمرها قطعت عندها مشاكل، واستغلت جميع الاقاليم، واستغلت جاتها الناس من كل بلد، وسكنت وعاشت فيها وكبروا اولادها فيها وقراوا فيها، وجات ناس في البدايه بعد الاسترجاع من الاقاليم الشمالي، وضحات مازالت الداخله ما فيها والو،
وسكنت فم، وهي هي الحمد لله اليوم ساكن. وجاءتها من بعد ذلك ساكنة في 91 في إطار تحديد الهوية وفي إطار الحكم الذاتي، وها هي اليوم الحمد لله اللي كانت مخيمات رجعت مدن فيها تبارك الله كل شيء، وصبحت ساكنة كتنمي وتخرج وعادوا فيها الأطور وعاد فيها الشباب، ودخل شرايين الحياة كاملة. وفم اللي جلالة الملك يعطيه الرحمة الحسن الثاني 89 افتح نداء لأخوتنا المقربين، وأكثر حد التحق من العايدين هي الداخل، وها هم ساكن أغلبيتهم اليوم ما هي ساكن لأنهم اللي منهم جاء في السنين التالية اللي أعطات فيها الإمكانيات واللي الدولة أعطات اختصاصاتها كبيرة للجهات واللي أعطات إمكانيات باش تحل يحلوا، لكن كانت تعدل الدولة عاد الجهات يلتهم يلعبوا. ايوا هي الناس اليوم بالضرر في السكن في الصحة في البنية التحتية كيما قلت، واللي جد داخل اليوم الصباح ما يرجع له. وهنا هذا الشيء نتأسف له ونقول عنه يلا بركة منه، وراه الحق الموس قالوا الناس العظم وراه ما تلاحظ ساكت على الموس، ولا هو قال اللي يتحمل المسؤولية خاصه يتحملها بمعنى بجميع معانيها، اللي رئيس خاصه يعرف علاش عاد رئيس وعلاش الناس دارت فيه صيغة، وش خاصه يدير، يا كان رئيس بلدية يا كان رئيس جهة يا كان رئيس جماعة يا كان رئيس غرفة، اللي برلماني خاصه يعرف عنه متحمل مسؤولية ساكن على عاتقه أمام الله وأمام الوطن وأمام جلالة الملك. والداخل أراه حالة استثنائية وراه عدل فيها المقطع وعدل، وصلحت اليوم اللي باغي يظهر يجي للداخل، اللي باغي يدير السياسة يجي للداخل، اللي باغي يدير الاقتصاد يجي للداخل. ايوا ساكنة الداخل اللي تتكون من ذو الفئات اللي قلت لها، الناس اللي استرجعت في 79، الناس اللي التحقت في الثمانينات، الناس اللي جات في 91 اللي هي مخيمات الوحدة، الناس اللي جات عايدين وابنائهم واحفادهم. ايش شنو هما تم عايشين في الرواق، لا ساحه صالحه لا مستشفى صالح لا 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 سيره صالحه لا بنيه تحتيه لا كورنيش، ومع ذا الفلوس الامكانيات تنخسر وتنخسر بطريقه قانونيه ما يقدر حد يتكلم، وكتنصرف عن طريق المصالح ديال الدوله. يعني الفلوس اللي كتسير الجهه ما كتجيبها من الصندوق مطروح عندها، راهو كيجيها من عن طريق الخزينه العامه والماء مؤسسه عموميه علاش منين يعود هذا كامل يعدل وتم اللي يكرر؟ انا ما فهمت الحال، ولكن احنا بصفتنا ابناء المنطقه وعيانه وعندنا تاريخ فيه، رانا الشيء مالنا قابلين ولهنا قابلين الداخله ثلاث تعود تحت يد حد. بقيناها جهه كيف جهات المملكه كامله نعطي اللي نعطالها خاصه تستفاد منه ساكنت، والبرامج اللي تندار فيها خاصه ترجع لها ساكنت، ونحس احنا ساكنت الداخل المكان عن جلاله الملك والتوجيهات اللي كتنعطى، ولكن نقول المسؤولين يقولوا لك التوجيهات بعين الاعتبار ويطرحوا لنا مكانتنا كساكن جهه بجميع مكوناتها. راني مانعني فئه عن فئه، كل شيء اللي ساكن في الداخل واللي دايز فيها خلاقة فيها رابي فيها ندوز فيها يعملوا لا شهر يعتبر سكن. واش قال الناس اللي دازت فيها 20 عام و 30 عام؟ لهذا الحقيقة هذا الشيء خاص يلوذ الحل، مش كله يلوذ الحل منهم الدولة، وأنا مطلب من المسؤولين عنهم يردوا البال مع الداخل وبارك لك يردوا البال، راهي الداخلة وقفت عليهم راهي واقف عليهم في كل شيء.